يسقط شهود قصدها في شيء ما تقصد. كما أنه راسخ عندنا أن الحيوانات لا قدرة لها على إيصال النفع إلينا ونشر الثناء علينا ولا إيقاع علم الدم بنا، فما نبالي شيء حضر منها ولا غاب شيء من الفراش ولا شيء من اسمه الأنعام عدى عنده مرة، ما يبالي أصلا التفت إليه، وهنا يستوي عنده الوجود والعدم. فإذا قد تمكن شهوده مع الحق في بقية الخلق هكذا، فهذا يستوي عنده وجوده وعدمهم، وهذا من أرباب الكمال. وما دام عاد التفرقة قائمة حتى يفرق بين الصبي وغير الصبي، فهذا لا يزال يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى مواصلة حتى تثبت الحقيقة في قلبه. ساعد على ثبوت الحقيقة في قلبه أنه ما لا حاجة لظهوره لا يظهره من الصالحات والخيرات والطاعات. لا إله إلا الله. فيبقى فقط بمقدار الحاجة. كمن يعرض على طبيب، يعرض على طبيب من قلبه، يعرض على شيخه أحواله من أزلاته من طيب ما الكلام الذي يلقي إليه، أو بعض شؤون الأفعال التي يجتهد فيها أو يمارسها من أجل دلالته والإشارة عليه بما هو أنفع وأجمع. فهذا هو بمقدار الحاجة، وما عدا ذلك فالالتفات له أسان أن يعلم عنه أنه يعبد بكذا ولا يطيع بكذا ولا عنده من الحال كذا. لا إله إلا الله. وكان بعض الأخيار في هذه البلدة في بعض القرى هنا، ويقول بعد صاحب بيت عنده الجارية عندكم إذا كانت اسمها خلية عن زواج تحتاج زواج ممكن أتزوج. قالوا سقطت من عيني وإذا كان لا تخطب الجارية. قال لو شعت جارية ثانية نخطبها منشان نسقط من عينك الثانية. لا أصلا ما لنا قصدنا قاعد في عينك ولا في عينيك، لو كبا حتى نسقط من العينين الثنتين أحسن. لا إله إلا الله. فهم القوم الذين هدوا بفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا غير ما قصدوا. الله. ومن فتية ما لهم هم ولا شغل ولا التفات ولا ميل إلى الفاني. لا هم ولا شغل ولا التفات ولا ميل إلى الفاني. قال راحوا فصار نعيم العيش بعدهم بؤسا بغير الذي أهواه يلقاني. واليوم لم يبق لي يا صاحبي أرب لولا ولولا وحسن الظن أحياني. الله يصفينا ويرزقنا كمال الصفا ويهبنا من عنده المصافى.